طيب تعالوا، عايز اخد من كل واحد فيكم نصيحه هنختم بيها فقرتنا. الاء لو عاوزه تنصح الطلبه اللي داخلين ثانويه عامه السنه الجايه دي تقول لهم ايه يا الاء؟ اقول لهم ذاكروا اول باول، المذاكره ما ينفعش تتراكم، ومش بعدد الساعات على قد ما هو بالمهمه اللي انت هتخلصها النهارده تفضل ملتزم بيها بس، والحل الكتير بيفرق جدا جدا. شوفوا عقله وشطوره وهاديه ازاي. حاجه تفرح كده، ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي. محمود يا واد يا تقيل انت. تقيل والله على القروبه انت باين عليك. قول لي نصيحه. يختاروا المدرس كويس جدا جدا اللي هيتابعوا معاه. مش اي مدرس قادر ان هو يدرس النظام الجديد. معظم المدرسين دلوقتي ما عندهمش المعرفه الكافيه ان هم يدرسوا النظام الجديد. وما يكتفوش بمصدر واحد يعني، واهم حاجه لقنوات الوزاره ومنصات الوزاره هي اقرب حاجه لشكل الاسئله الجديد. فيتابعوها وما يكتفوش بمصدر واحد. انت تشجعهم على تنوع المصادر. بالظبط، ده هيبقى دبلوماسي شاطر. لو انا ليا عمر تفتكرني تقول كان في راجل لطيف كده، مذيع لطيف، حلو لطيف دي، لطيف كده اسمه يوسف الحسيني، قال لي ان انا هبقى دبلوماسي شاطر. طول ما انت بتقول تنوع المصادر والقرايه الكتير هتنجح، طول ما انت عارفه يا الاء انت عايزه ايه هتنجحي. انا عايز اشكركم وهنيكم واقول لكم يعني انتوا بجد من قلبي، انا شخص غير مجامل على الاطلاق، انتوا عيال تفرح والله. ما شاء الله، ربنا يخليكم ويبارك فيكم ويبارك فيكم لاجل اهاليكم بالمناسبه، اشكرهم لي جدا جدا جدا، عرفوا يربوا ويكبروا ويشوفوكم احسن ناس حقيقي يعني. قاعدين مكسوفين، هتبقى تتناسي ايه اللي بيتكسف؟ يا عم ده انا متنبئ لك بمستقبل باهر.